عدم إفلات المجرمين من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة والعمل على إزالة الضرر والقوة والمرارات على تنفيذ أو تقييد الحياة الاجتماعية والسياسية. الأهداف العامة للتوافق الوطني للمرحلة الانتقالية: التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، العمل على تأسيس وبناء دولة الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية والحكم الرشيد حقيقة لا شعارات عبر برامج متكامل يساهم في حل الأزمة السودانية، العمل على تحقيق نظام فيدرالي، المشاركة في صناعة وبناء الدستور الذي يجب أن يتم عبر مشاركة شعبية واسعة، العمل على تحقيق الانتقال السلس والآمن إلى مرحلة الديمقراطية، تقديم وتنفيذ برنامج وطني يعمل على وحدة مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية في عقد اجتماعي يسمو فوق جراحات الماضي ويحترم التعدد والتنوع واختلاف الآخر لإدارة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية والتي تمتد لعامين بحسب الوثيقة الدستورية. المساهمة في إكمال عملية السلام والعمل على إيجاد رؤية استراتيجية ترتكز على التوزيع العادل لموارد الدولة والتنمية المتوازنة المستدامة كمدخل لتحقيق الاستقرار والسلام ومخاطبة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد دور والآخرين لتسهيل إجراءات اكتمال التفاوض بغية التوصل للسلام الشامل في السودان. التأكيد على وحدة بناء الجيش السوداني القومي الواحد الذي يعبر عن كل مواطن في السودان بعقيدة وطنية واحدة تهدف إلى حماية أمن المواطن والوطن ووحدة أراضيه والحفاظ على الدستور واستدامة السلام والديمقراطية. الاهتمام بقضايا المجموعات المهمشة في البلاد، العمل على رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية والسياسية، العمل على تنفيذ مشروعات العدالة الاجتماعية والذي يضمن لكل سوداني التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة السياسية والمدنية ومن أي جهة أخرى وفق مبادئ التوزيع العادل للموارد والأعباء والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والضمان والرعاية الاجتماعية والعدالة بين الأجيال، العمل على ضمان مشاركة الشباب والمرأة في مشاركة عادلة في مستويات الحكم وفي مؤسسات الدولة والمساهمة الفاعلة في اتخاذ القرار دون وصاية، المساهمة بفعالية في إزالة آثار الحروب والنزاعات واستدامة السلام، العمل على تعديل وصياغة القانون والتشريعات التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته وفق أهداف ومبادئ المعاهدات الدولية والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيق العدالة الانتقالية. خلال الفترة الانتقالية لابد من العمل على عودة من هجرتهم الحروب من النازحين واللاجئين ومعالجة أوضاعهم وتوفير مقومات العودة الطوعية وسبل العيش الكريم الآمن للمساهمة في التنمية والإعمار وإنعاش الاقتصاد الوطني وتقديم الشكر والعرفان باسم حكومة الفترة الانتقالية إلى المجتمعات الدولية التي استضافتهم طيلة فترة الحروب التي شهدتها بلادنا. إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية ومعالجة الخلل، لأن عدم اكتمالها حول بعض مؤسسات الحكم بديلاً للبرلمان والأجهزة الرقابية الأخرى
وحجم من قاعدة الشراكة في مؤسسات الفترة الانتقالية. نؤكد على مبدأ إزالة التمكين واستجثاث الفساد ومحاربته واسترداد الأموال المنهوبة وفق سيادة حكم القانون. هذا هو ميثاق مسودة مشروع ميثاق وحدة الحرية والتغيير الذي تراضت عليه القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وسيكون منذ إعلانه الآن مفتوحاً لكل القوى السياسية الوطنية لتوافق شامل ما عدا نظام المؤتمر الوطني الذي جسم على شعب على صدر الشعب السوداني. وسيكون التوقيع على ميثاق أو مسودة التوافق لوحدة قوى الحرية والتغيير بعد 14 يوماً من تاريخ قراءته في هذا المحفل. سنكون موقعين جميعاً متراضين متفقين على شيء واحد، هذا هو السودان وهذا هو الوطن، وطني الأول ووطني الأخير، ووطني هو كل الانتماء وكل التغيير وكل الحرية. وأخيراً أقول لكم كما قال الراحل سيف الدين الدسوقي: في بلدي إذا هتف الناس للشمس تعاليها هنا اقتربي، جاءت على خجل حيرى تسائلهم من ذا على النيل يا أحباب يسأل بي، وشيخ كأن وقار الكون لحيته وآخرين دماءهم كونت نسبي، والجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا من غير ما سبب، والناس أروع ما فيهم بساطتهم لكن معدنهم أغلى من الذهب. هذا هو السودان وهذا هو المعدن، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا محمد محمد، وأنت تتلو لنا هذا الميثاق التاريخي، وهذا إن دل يدل على أن هذا الشعب السوداني، ويدل على أن هذا الإجماع الكبير. ودعونا نهتف: حرية سلام عدالة الوحدة خيار الشعب، 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 حرية سلام عدالة الوحدة خيار الشعب. وهذا إن دل يدل على الاستفتاء الشعبي لهذه القوة العظيمة. وطبل العز ضرب يا سر قومي خلاص، الفرسان هذيل في الساحة خط الساس، والبنود صغاريتا تجيب الطاش، والخيل عركسة.